المؤمل إن شاء الله تمر في وزرائنا ومرا مناطقنا الخير إن شاء الله، وهم من بزور هذه البلاد الحمد لله اللي وحدها الله ثم عبد العزيز بكتاب الله وسنة رسوله، والحمد لله تعلم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب، والحمد لله على ما الله عز وجل من عليه بالأمن والاستقرار كما قلت لكم، وطيبة المسلمين وحجهم وعمرتهم وزيارتهم ومهبط الوحي في مكة والمدينة الحمد لله في أمن واستقرار نحمد الله عليها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وإخلاصنا لبلدنا وشعبنا، هذا هو الشيء تربينا عليه من عهد ملوك السابقين إلى والد الملك عبد العزيز رحمه الله وآخر الملك عبد الله يغفر له ويرحمه، وتوصيته دائما لي خدمة مواطنينا ديننا قبل كل شيء مواطنينا وبلدنا، والحمد لله هذه الدولة من وحدها الملك عبد العزيز في عهد الجديد، وهي كما شوف الحمد لله أمن واستقرار، وهي أساس محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعا خدمة ديننا وبلادنا وشعبنا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.